اهلا بكم وصباح الخير عليكم من جديد. ضيف على الهواء هيكون معنا استاذه سامية عبد الباقي ابراهيم محمد، هي معلمه ومفوض مرشدات محليه كرري وناشطه ايضا في العمل العام عبر البرامج التعليميه والاجتماعيه ومنظمات المجتمع المدني. حتحدثنا اليوم عن مبادره شركاء الخير لتنفيذ الحزم التعليميه والصحيه بمحليه كرري. اهلا بك استاذه سامية، صباح الخير. صباح الخير، مرحبا. مرحبا، انا سعيده جدا في هذا اليوم الخريفي الجميل، يعني بحيي القناة الفتية وبحييكي أختي الكريمة وبحيي الشعب السوداني. نسأل الله أن يجعل أمطار خير وبركة للجميع، ونسأل الله أنه يعني ينفعنا بالبلاد، نقدم ما يفيد وينفع إن شاء الله إن شاء الله للبلاد إن شاء الله. خلينا نتكلم أول شيء ونأخذ نبذة عن المبادرة. طيب، مبادرة شركاء هي مجموعة بتاعت منظمات هي عضوية بتضم مجموعة شبابية نيرة خيرة، يعني تزعى لعمل الخير. إذا أسست يعني هي حديثة الولادة، لكن ولدت بأسنانها 2017 بقيادة مجموعة شبابية نيرة، أستاذ مجاهد، أستاذ محمد، ومجموعة من الشباب اللي همهم هذه البلاد، وهذه بتشتغل في حزمة التعليمية اللي هي مشاركة الدولة وإدارات التعليم في حل بعض المشاكل التعليمية وتقديم الخير للطلبة وفي المدارس والوجبات، وبعض المساهمة في بعض الكتاب المدرسي والأدوات المدرسية، بجانب حزمة صحية فيها برنامج ثقافية توعوية تنموية إن شاء الله. يعني طيب، المبادرة دي بتقدم خدمات صحية وتعليمية للمدارس، شنو من المدارس او شنو من الشكليات اللي ممكن تقدموا لها مساعدات؟ يعني بتقدم وجبات مثلا، بتقدم كتاب مدرسي، بتقدم شنو؟ حقيقه المبادره يعني هي بتضم مجموعه من منظمات. يمكن الان في مشروع، السنه اللي فاتت كان بدينا البرنامج في محليه جبل اوليا في منطقه دار السلام، وقدمنا يعني نموذج طيب جدا جدا، نزل الله القبول، اللي هو قدمنا زي مدرسي لمدارس البنات، يعني يمكن اباوت 200 لبسه، وقدمنا وجبه بتاعه فطور للتلاميذ المحتاجين يعني عبر المكاتب الاجتماعيه في المدارس، وقدمنا كتاب مدرسي وحقيبه مدرسيه، وكانت في بعض المحاضرات التوعويه يعني. طيب، الجهه اللي ممكن بتدعم المبادره دي؟ هي حقيقة جهة خير، ما عندنا أي جهة بعينها، إنما مجموعة شباب عبر منظمات كونوا شبكة. هذه الشبكة من يعني يمكن كل المنظمات المنضوية تحت لواء أو المانديت بتاعها بيشير للحزمة التعليمية وفق البرنامج بتاع التنمية المستدامة، يعني وشغالين في الحزمة التعليمية والصحية دي بمجهودات، يمكن حقيقة دعومات فردية يعني علاقات يعني، لكن ما وصلنا مرحلة إنه نقدم فند، لأنها هي لحد الآن في طور، ما فكرني إنها تسجل، إن مجموعة من منظمات متشبكة في عمل اتلاقت في مانديت معين حاولت يعني تقدم فيه للبلاد ولل يعني ما تيسر يعني أو ما يجد بها وما جات في خاطرها أو يعني وجدت إنه تتشارك فيه حتى تقدم حاجة يعني للطلبة ديل، خصوصا وإنهم هم شريحة مهمة وهم طبعا نوال المستقبل في البلد، وهم حقيقة أهل بالرعاية. ويمكن المنظمات زي ما ذكرتها هي أصلا بتتشارك في 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 بعض برامجها في هذه الحزمة يعني. طيب، ممتاز. لما فكرت في المبادرة دي باعتبار إنها هي بتخدم التعليم عموما، يعني شنو من الحاجات اللي لفتت انتظاركم من الاخفاقات الحاصله في التعليم في السودان على ضوء قررتوا ان انتم تعملوا مبادره؟ احنا حقيقه يعني يمكن الوضع السوداني يعني واضح للناس كلهم، ان احنا مجموعه شريحه من الطلبه والطالبات ما قاعدين يلقوا حظهم من التعليم بصوره يعني ايجابيه، او هو ما قاعدين يلقوا حاجاتهم اللي بتكمل يعني، وهم في نوابق امكانياتهم الماديه، وضع الانسان السوداني الفقير يعني بوضع البلد يعني، وبالتالي عنده احتياجات يعني. احنا بنشتغل في شريحه معينه في الطلب المحتاج يعني، بنحاول نوفر له ما تيسر في الحاجات دي من زيه
من كسوته، حتى يعني يتسنى له ويعدي العملية التعليمية بصورة طيبة، ويعني نكتشف فيه برضو بعض الحياة الجميلة الموجودة في شخص الإنسان السوداني المبدع المبتكر المبادر، وننمي الحاجات دي في أبنائنا. يعني طيب. إحنا حقيقة ما لحالنا، يمكن الدولة عندها جوانب شغالة فيها، مؤسسات شغالة، لكن بجانب خيري إحنا زي ما قلت لك هي مبادرة شركاء الخيرية، يعني إحنا مجموعة منظمات مشاركة في الخير. طيب مجموعة المنظمات المشاركة في الخير دي وكمية الإخفاقات الحاصلة في العملية التعليمية في السودان، يعني مدرسة تقع، فصل يقع، حمام يقع، دي برضو واحدة من الاحتياجات بالنسبة للمدارس. يعني إحنا بنقدم للطفل، يعني ما في همم إن نقدم له الأمان في مدرسة هو بيدرس فيها، ولتوسيع الشريحة، يعني في أسر قادرة إنها تقري أو أبناء لكن ما قادرة توفر لهم الحماية. الشراكة بتاعتكم دي ما خلتكم انه انتوا تشاركوا كمان المدارس في انه هم يهيئوا بيئة مدرسية آمنة في المقام الأول؟ احنا حقيقة في طور يعني بتاع انشاء، يعني حتى على مستوى التفكير، يعني حتى مستوى التفكير احنا قاعد نشارك في بعض تزيين المدارس. يعني احنا عندنا بنشارك في تجميل او تنظيم، يمكن البنى التحتية دي ما مناطة بينا وما عندنا فيها، ما عندنا لا مقدرة، ويمكن الدولة عندها يعني مساعي. انا كمعلمه، معلش انا يا كمعلمه استاذه، معلش يعني انا كمعلمه ما اعلم انتش تمام في معلمه، مساعي. انا بتكلم عن ان انت ايوه معلمه، يعني في مساعي الخيرين، الدوله ما واقفه، يمكن طبيعه البلد في وضعها العام في دي ما جزئيه بتخصنا كثير، لكن انه اتيحت لنا فرصه او وجدنا امكانات لدعم الخيرين في انه توفير بيئه امنه، أكيد حنشارك. إحنا حقيقة بنبحث في الطفل ذاته في حاجاته، يعني المكملة لعمليته التعليمية، يعني في تنشئته، في سلوكه، في أخلاقه، حتى يعني في توعيته بالمخاطر اللي حواليه، يعني من الأشياء السلبية حول الإنسان. إحنا قصدنا الطفل ده يكون في رعاية طيبة، في إحنا نقدم له حاجة عشان اللي قدام. اما البنى التحتيه دي حقت الدوله وحقت انتوا كمعلمين، انتوا كمعلمين الطفل او الطالب بيجيكم المدرسه وهو في مسؤوليتكم بغض النظر عن المبادره، وهي ضروري انها تكون جزء لا ينفصل من مسؤوليه المعلم، لكن احنا بنتكلم عن مشاكل تعليميه حقيقيه بيمر بها السودان. احنا الى حد كبير تجاوزنا مشكله او تغاضينا عن مشكله انه الطفل بيجي المدرسه من غير سندويتش او من غير حق فطور، احنا بنتكلم عن احقيه انه فقط يمشي المدرسه ويجي راجع، لانه الليله زي في مطره زي دي احنا بنمنع اطفالنا يمشوا المدارس لانه ما ضامنين المدرسه الى اي مدى البيئه نفسها هي امنه عشان الطفل ده ممكن يجي وطالع منها ثاني. فده دور المعلم ودور المبادرات اللي انت بتتكلم عنها والشراكات اللي ممكن تتم في انه اذا الدوله اخفقت في انها هي تقدر تنتج بيئه تحتيه سليمه، في شراكات بتاعت مبادرات ممكن تقوم بالجانب. والله ده احنا حقيقة يعني بنحيي إدارة التعليم بكل مغاماتها، يعني وحقيقة يعني يمكن الليلة موجه وزير التربية والتعليم في انه الأطفال يعني حتى وصلوا المدارس الناس بصورة آمنة كإدارات، يعني جاء توجيه لنا في الإدارات، يمكن نزل لنا في وسائل التواصل انه يعني نحاول نرعى الأطفال دي لحد ما وصلوا هنا نرجعهم في يوم غير عادي. ممكن دي يعني المطرة دي ما حقت الدولة ولا حق زول، ده ده, ده 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 أمر ربنا سبحانه وتعالى، ويجب علينا إنه نتكيف وفق الأوضاع الموجودة يعني في البلد. معلش يا أستاذ أنا ما بتكلم عن المطرة، أنا بتكلم عن المطرة اللي بتنزل على المدرسة. المطر يعني إحنا ما عندنا إشكال في المطر، عندنا إشكال في البيئة الممكن موجهات إداراتنا، موجهات إداراتنا التعليمية في إنه إحنا كمعلمين ويمكن مجموعة من زملائي الآن يعني في 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 الساحة في الميدان في المدارس، وكثير من مدراء المدارس وأنا جاية يعني تواصلت مع مجموعة إنه في مدارس وصلوا، حتى الطلبة اللي وصلوا المدارس دي حريصين إنه يرجعوا بصورة آمنة وحفاظ عليهم. وحقيقة يمكن الأحداث الأخيرة في المطرات الأخيرة دي إنه كانت في إحاطة من إدارة التعليم حقيقة، يعني إحنا حسينا في مدارسنا على مستوى المحليات، ويمكن كمحليات كرري حراك كبير من محتمد محلية كرري، من مدير التعليم، من كل فعاليات المحلية، في إنه يعني تحاول تدارك المخاطر. أصلا الخريف معروف عنده مخاطر وعنده أشياء زي دي، لكن يعني حقيقة الإدارة في المحلية يعني فير بالحاجات تماما، ويمكن في رعاية تامة، في متابعة حقيقة يعني. وأنا حسيت يمكن أنا تحركت في مجموعة منا
برعاية تامة من المحتمدة المحلية، من مدير التعليم. من هنا أنا بدهم التحية والتقدير. بس دي ما السابقة الأولى أو ما الحادثة الأولى؟ يعني الفصل الوقع على الطالبات هي ما كانت حادثة أولى. حتى على مستوى المعلمات، قبل فترة في معلمة انهار بها حمام، ودي إشكالية برضو بتاعت بيئة مدرسية. كان ممكن يكون بدل المعلمة دي في طالب أو طالبة. وكثير من الاحداث اللي ما لقت حظها في الاعلام من النور انه الناس تعرفها. بس معليش، بعض المشاكل دي اخذت نوع من الترويج، يمكن انا حفير بالمدرسه، ممكن برعاها كنت كمدير لنشاط طلابي في الفتره ديك انذاك. يمكن دي حمامات كانت ملجنه ومدتها، وحتى يعني في حمامات موجوده، انا ما ادري دافع عن الحدث بشكله، لكن حقيقه هي كانت حمامات مهجوره. الغدر ودى الاستاذه للحته دي، يمكن الناس كلها عرفت المعلومه بشكل، او يمكن مدرسه قديمه. لكن الحمامات بقدمها دي كانت ملجنه، يعني انا ما ادري اقول في اغدار بتقود الانسان لحذفه في حتت قد ما 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 يعني. هل يعقل انها هي كانت ملجنه وما معروفه بالنسبه للمعلمات الموجودات في المدرسه انه الحمام ده لا يصلح للاستخدام؟ يعني هي كمعلمه قاعده في نفس المدرسه ما عارفه؟ كانت الناس كانوا عارفين ومعلومه، يعني كانت معلومه واضحه للناس. انا ما اقدر اتكلم في حته زي. طيب يا استاذه، مش كان ممكن يكون في قراءات اعلى بتاعتك؟ انا حقيقه يا استاذه انا جيت عشان اتكلم عن الحزمه التعليميه حقتنا، وعندنا برنامج. دي جزء من مشاكل التعليم يا استاذ. يعني مشاكل التعليم دي عندها جهات وعندها قنوات اللي بتحميها وبترعاها وبتفكر فيها وبتحل. طب المعلم هو برضه مسؤول يعني. قاعد نرفع معلوماتنا لاي اشكاليه، وفي حيات قاعد تحصل فيها القضاء والقدر، اصلا ما للادارات فيها شيء. وحقيقه يمكن بعض المشاكل تم التدارك عليها، يعني قدرت الناس احتوتها بامكانيات البلد بالمتاح، ولكن الناس حريصه جدا، يعني الروح غاليه جدا، والانسان حريص على انه نفس الانسان يعني يحافظ، الانسان يحافظ على اخوه المسلم. فاكيد اكيد اكيد يعني الجهات المختصه هي بترعى الحته دي. احنا حقيقه في طور الحزمه التعليميه حقتنا وبرنامجنا بتاع مبادره الشركاء مع مرشدات محليه كريس، زي ما ذكرت في بدايه حديثي، احنا السنه اللي فاتت كان نفذنا برنامج بامكاناتنا الضيقه، وزي ما قلت لك عمل طوعي مجموعه منظمات متضافره مجاهده في انها تقدم حاجه بما تيسر لها. يعني خيركم خيركم لاهلها، وخيركم خيركم للناس. فمن منطلقه اعملوا فسير الله عملكم ورسوله المؤمن، فدايرين اعمال زي دي نجمع فيها الناس للخير فيها والخير فيها وفي امتي الى يوم الدين. هذا حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. حزمتنا بتتمثل في انه احنا عايزين وفرنا اشياء من الموجوده دي، زي ما نفذنا السنه اللي فاتت في منطقه دار السلام في جبل اوليا، الان في محليه كرري. احنا الان معدين، عندنا مجموعه من زي مدرسي حيوزع على الفقراء التلاميذ، وبصوره يعني ما تخدش وجه الادب فيه وكذا. عندنا وجبه بتاعت فطور بتقدم، عندنا كتاب مدرسي يعني بندعم به بعض المدارس الطرفيه، عندنا يعني برنامج صحي متكامل فيه وبرنامج توعوي. ويمكن زي ما قلت لك حرصا مننا على امن ابنائنا وبناتنا التلاميذ والتلميذات، عندنا مشروع بتاع حمايه الطفل بنفسه، كيف ندربه، كيف نزاتنا نوريه يعرف منظمات مختصه بالحته دي. ومن هنا يعني انا بحيي مجموعه المنظمات المشاركه في هذه الحزمه يعني. طيب ممتاز، احنا بنتمنى من المبادره دي انها يعني ترفق مع كل الاحتياجات التعليميه المحتاج لها الطالب، محتاج لها الاسر، محتاج لها الاسر، واحتاج لها المعلم، لانه بالتاكيد المبادره جات من صميم معاناه المعلم في المقام الاول واحساسه بالاخر. فنحن مش دايرين احنا نتقاطع مع الجهات المختصه، لكن دايرين نتشارك معاه في الحلول عشان نقدر نوفر بيئه مدرسيه متكامله من حيث الامن والسلامه، ومن حيث احتياجات توفير الطالب اللي ما بيقتدر في انه يتحصل على كتاب مدرسي، ومن ثم على وجبه في يومه الدراسي. احنا نتمنى منكم انكم تشركوا معاكم كل الاشياء دي عشان نقدر نعبر لبر الامان بالتعليم في السودان باذن الله. يعني احنا هي دي اشواقنا وامانينا وجهدنا في انه احنا يعني نحاول، يعني حتى ما وطينا من في جمع، ممكن نجمع معلومه في خلال حراكنا في وسط المدارس دي مع المجموعات. ويمكن الحزمه
فيها جزء مفصل لمدارس قد ما نحن ما حنستطيع نغطي مدارس محلية تكرر 278 مدرسة، لكن عملنا سيلكشن على بعض المدارس اللي في حوجة وحيكون وحددنا لستنا لانه احنا حنوزع كيف في الحزمه ذاتها. مجموعه جمعيه مرشدات محليه كرري يعني عندها مشروع يعني تربوي وقيمي ورسالي بيتمثل في تعظيم شعائر الصلاه الظهر في مدارس الاساس، وحقيقه يمكن سعيها في انها توفر 1000 فرشه و1000 ابريق و1000 مصحف، رغم انه في مدارس يعني فيها مساجد، في مدارس تحت شجر يعني شعائر الصلاه الظهر يبني من المدرسه من الصباح بيطلع بيادي الصلاه في وقتها، لكن في صلاة الظهر حرصا منا على تنفيذ برنامج تربوي داخل المدرسة، وعمليتنا المتكاملة مع إدارة المدرسة في أنه وفرنا المسألة دي، ودي جزء برضو من البرنامج اللي حيتم. أنا من هنا برضو بشيد بالمشاركات منظمات اللي هي داعمة للبرنامج ده اللي هي جمعية مرشدات كرري، وهي يمكن راعية البرنامج في محلية كرري، منظمة رحماء الإنسانية ودي بتهتم لي بالجانب الصحي والجانب التوعوي والدورات التدريبية، منظمة بتاعت طفل آمن اللي هي دي بتخلي الطفل حقنا في دورة في توعية بفير بالحاجات اللي حواليه، وعندنا مبادرة تسامي مبادرة الشباب دي سواعد الشباب الكتاب، ومنظمة لبنة الخيرية وأيادي الخير ومنظمة الغلوب المضيئة ومبادرة السودان يعني أفضل. هي حقيقة 12 منظمة تحية لهم كلهم في إنها تأدي عمل وإن شاء الله إن شاء الله يعني نشوف منكم أكثر الإنجازات. ودي شكلية المعلمة اللي إحنا محتاجينها يا أستاذة سامية، لأنه دائما بحس بالآخر، دائما مبادر، دائما مهتم بحال الناس، ودائما مهتم بحال الطالب السوداني، وإنتوا عليكم الرك في إنه تعبروا بالعملية التعليمية في السودان إلى بر الأمان، وتقدروا توفروا الأمان والاستقرار لكل الأسر العشمانة فيكم، لأنه إحنا تربينا في بيوتنا السودانيين، ولما نيجي الطالب المدرسة أهله بقولوا له اديناك اللحم ادينا له عضم، معناه المسؤولية عندكم أكتر. شاكرين جدا لحضورك في الظروف دي في الأجواء الخريفية دي عشان تقدري تطرحي مبادرتك بالشكل ده، ونحن بندورنا طبعا أكيد حنقيف معاك، ودورنا إنه إحنا نساندكم ونتمنى لكم كل التوفيق وكل النجاحات إن شاء الله في مبادرتكم. شاكرة ومقدرة يعني الاستضافة وحسن الكرم والضيافة، وشاكرة يعني ليك يا أستاذة، وإن شاء الله إحنا حنكون إحنا رساليين وأصحاب قيم وحملة رسالة، نسأل الله إحنا كمعلمين كلنا نتضافر في هذه الجهود. فاتني أنسى إنه معانا منظمة بسطاوي بغدادي للثقافة والفنون، هي إحدى المنظمات البرضو تشتغل في العلاج بالفن التشكيلي، ودي واحدة من منظومتها واحدة من منظومات المنظمة والمجموعة بتاعت شركاء الخير اللي حتشتغل في برنامج إن شاء الله فيه إضافة وفيه مبادرات مبتكرة مضيفة. شاكرة وسعيدة بوجودي معكم. شكرا جزيلا لك أستاذة سامية عبد الباقي إبراهيم محمد، هي معلمة ومفوض مرشدات محلية كرري وناشطة في العمل العام عبر البرامج التعليمية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني، وأكيد هي مدير مشروع مبادرة شركاء الخير الخيرية لتنفيذ الحزمة التعليمية والصحية بمحلية كرري. شكرا لك.